الأخت سمية بن خلدون أشهر من أن تعرف، فهي يعني مناضلة في حزب العدالة والتنمية منذ كان حزب العدالة والتنمية، وبنت الحركة الإسلامية منذ كانت الحركة الإسلامية، منذ كانت هي، وبنت أسرة طيبة كريمة معروفة يعني في هذا الوسط، نشأت في هذه المبادئ وهذه القيم أنتن الله، وتدرجت في المراتب المسؤولية داخل الحركة وداخل الحزب وداخل يعني الجمعيات النسوية، وابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذا المرض الحمد لله. عانت معه الكثير الحقيقة، عانت في الصمت، عانت في يعني في احتساب. أنا كنت كنتبع الأخبار ديالها باستمرار، لما كنت تكلم معها كنت كتجي عندي هي والسي الحبيب الشوباني، يعني إلى المراحل الأخيرة جدا جدا، وهي كتجي كتزورني هي والسي الحبيب الشوباني، وكيتكلموا معايا وكتجتهد، وآخر ما أنتجته وهي مريضة وعلى فراش الموت في الحقيقة، لأنها يعني كانت تعرف مصيرها منذ مدة طويلة. آخر ما أنتجته كتابا يعني عن يعني معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، قضت فيه من عمرها يعني مدة طويلة نسبيا، والله سبحانه وتعالى أسعفها بعمر العمر حتى يعني أتمته وطبعته على نفقتها، وجعلته يعني في سبيل الله يعني وقفا لله تعالى، لم تأخذ عليه، وهو كتاب سيكون له يعني أثار إن شاء الله الرحمن الرحيم. فهذه السيدة هذه مرأة فاضلة، عاشت طيبة وماتت طيبة وانتهى الكلام والسلام. له يوم حزين بالنسبة لنا في العدالة والتنمية بفقدان أختنا سمية بن خلدون العمراني، وهي كما يعرف الجميع أنها كانت برلمانية معنا منذ 2002 ثم وزيرة، واللي أبلت البلاء الحسن يعني في عطائها السياسي وفي عطائها الجمعوي، واللي كانت كترأس عدة جمعيات. ولكن خلينا نقول ثلاثة حوايج اللي ميزوها: أولا الصبر ديالها والصمود ديالها مع المرض اللي ألم بها لمدة عقدين، وهي صابرة صامدة محتسبة لله. ثانيا أنها كانت متفانية في عملها بالرغم من كل هذه الإكراهات الصحية، كانت متفانية في عملها، وكانت ربما هذا الوصف أنا كانت ربانية، بحيث بقيت لصيقة بكتاب الله وبأسماء الحسنى، ولصيقة حتى أصدرت الكتاب الذي يعني آخر إصدار أصدرته هو كتاب ديال آيات الله الحسنى، واللي بقات يعني هذه ما كملش تقريبا شهرين باش اصدرت هذا الكتاب. فهذا تعلقها بالله وايمانها بالقضاء والقدر، وما يمكننا الا نقول انا لله وانا اليه راجعون. نتمنى من الله عز وجل ان يغفر لها وان يرحمها وان يدخلها فسيح جنانه، وان يرزق اخويها السي محسن والسي رضا الصبر والسلوان، وزوجها الحبيب وابنائها وبناتها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لأختنا سمية بن خلدون. باختصار أقول أن هذه المرأة جمعت بين حب دينها وحب وطنها منذ صغرها، منذ أن كانت صغيرة وكانت شابة وكانت طالبة، وهي دكتورة وهي برلمانية وهي وزيرة وهي بعد ذلك إلى آخر رمق إلى آخر نفس، يعني وهي محبة إلى آخر نفس، ألفت كتاب وهي على فراش المرض، وجعلته وقفا تدافع فيها عن دينها وعن الأخلاق، وتدافع فيها أيضا عن قيم مجتمعها وعن قيم وطنها. هذه امرأة محبة مخلصة لي ومؤمنة بالتوابث الوطنية، الله الوطن الملك، وما عرفنا عليها إلا أنها مكافحة، ما عرفنا عليها إلا أنها يعني تجمع ولا تفرق، وأنها
يعني تبشر ولا تنفر. والحمد لله أنتم تلاحظون الآن الإقبال على جنازتها ومحبة الإخوة والأخوات لها، رحمة الله عليها رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا يعني إياها ونحن على طريقها وعلى طريق محبة الوطن ومحبة هذا الدين الذي الحمد لله شرفنا الله به. فأختنا رحمة الله عليها، وأقولها لوسائل الإعلام، هذه من المناضلات، من الوطنيات، من المخلصات، من المعتزات، من التي كانت محبة لملكها، محبة لوطنها، مدافعة عن وحدة هذا الوطن، مدافعة عن قيم هذا الوطن، إلى أن لقيت الله عز وجل، فرحمة الله عليها رحمة واسعة. الأخت سمية بن خلدون من الأخوات الرائدات والقياديات في مجال العمل الحركي والعمل الحزبي. نذكر من سماتها أخلاقها العالية، وأيضا تعاملها اللين والسلس، وتجاوزها المستمر في علاقاتها مع الإخوان والأخوات. نحسبها إن شاء الله من أهل الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويتولاها ويثبتها عند السؤال، ويجعلها إن شاء الله في الفردوس الأعلى. فقد كانت تشد الرحال كلما تيسر لها إلى بيت الله عمرة أو حجا، وكتب الله أن قبض روحها في هذه الأيام العشر يوم عرفات، فتقبلها الله مع عباده الصالحين وجعلها من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين. عزاؤنا واحد في أختنا وفي قيدتنا أخت سمية بن خلدون، كانت رفيقة كفاح، تعرفت عليها مبكرا، لكن أثناء العمل الحكومي وجدتها شخصية فذة واستثنائية وقاومة صابرة مناضلة وهي في عملها الحكومي. ثم بعد أن غادرت، كيف بقيت وفية لمنهجها في خدمة الوطن وتوابته وهويته وقضاياه. صلى الله عز وجل أن يرحمها ويرزقها الجنة، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان. السلام عليكم.